هذا الحديث الشريف تضمن الندب إلى أن يبذل الإنسان الصدقة ولو مما تعلقت به حاجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصدقة ولو من الحلي، ويشمل ذلك كل ما يتحلى به سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من غيرهما، فإن الحلي اسم يطلق على كل ما يتزين به مما يلبس من ذهب وفضة ونحوهما، فلا ينحصر هذا في الذهب والفضة. وإن كان الغالب في إطلاق الحلي على الذهب والفضة لكونه غالب ما يتحلى به، لكن المعلوم أن ما كان غالبا لا يفهم منه القصر والحصر على ما على المفهوم الغالب، فلا مفهوم المخالفة فيه، فيشمل كل ما يتحلى به مما غالب التحلي به ومما ندر التحلي به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن.